كاش حاجة بسيطة. المواطن عنده حق يأخذ الحق تاعه وما كاش اللي يطلب له مقابل. المواطن في صلب انشغالات الدولة. بلغة صريحة ومباشرة، رئيس تبون واجه الولاة والمنتخبين المحليين بمعاناة المواطنين وغياب التنمية ببعض المناطق التي سماها بمناطق الذل. وبصرامة أمر رئيس الجمهورية بالقضاء على البيروقراطية واسترجاع الثقة المفقودة. عام إن شاء الله البوادر لازم تتبان دون 3-4 3 شهور 4 شهور بعض من هذه المناظر لازم تتغير، من على سنة نتحاسبوا، ونتمنى من على سنة باش أغلب هذه المناظر تزول، ما تبقاش مناطق الضل مواطن يدي كل شيء ومواطن ما يدي والو. نوزعوا الثروات تاع البلاد بالقسطاس بالعدل والعدالة الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية والتخلص من الممارسات السابقة التي يحملها مخطط عمل حكومة جراد هو تحدي المرحلة المقبلة. ولاة الجمهورية وعدوا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ذلك من خلال رقمنة الإدارة التي تساهم بشكل مباشر في القضاء على المحسوبية. لازم نكثروا من الزيارات الميدانية، لازم نروحوا للقرى، ماشي غير ما نكتفيوش بمقر الولاية ولا البلدية، نروحوا للقرى دشرة. دونك دو بروند اون شارج اون بريوريتي لي بروبليم كونكري لي بروبليم ريال كي 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 فيزا اميليوري لا سيتياسيون دو لا في دي سيتويان لو مام. قبل ما نتكلم على التنمية لازم نغير ذهنيات. كاين ناس مازال ما بالذهنيات القديمة البالية اللي هي تقريب مشكل اللي باغي يتحل في 24 ساعة ما يتحلش في شهر أو شهرين، لازم قرارات تتخذ في حين مكان. وجب يعني ثورة يعني في التشريع، في العقلية الإدارية، في عدة أشياء حتى نسمح حتى نسترجع ثقة المواطن التي هي تعتبر في رأيي النقطة والرهان الواجب يعني الواجب تحقيقه ميدانيا. أول لقاء حكومة مع الولاة بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون انطلق تحت شعار من أجل جزائر جديدة. حوالي 1100 مشارك رهنوا اليوم على التنمية الجوارية وتحقيق العدالة الاجتماعية كعنوان للمرحلة المقبلة في انتظار التجسيد وفق ما شدد عليه رئيس الجمهورية.